ما كان في داعي تعذبهم، كنا جايين لحالنا. أنا بثق بالإنسان مرة واحدة وأنت ضيعت هالفرصة، وهذا أول قسط من المصاري. إذا مشيت الأمور مثل ما بدنا ما رح نطول عليك بالباقي يا بيك. بس نحنا مو هيك اتفقنا. هذا اللي توفر معنا، وفيك تلغي الصفقة كلها إذا بدك، وتحرق حالك وسمعتك وابنك، أو تسمح لنا ندفع لك ديونك حسب قدرتنا. أعود لقلك، وانت كمان. شو هالطبخات الجديدة؟ شركات واستثمار ومشاريع، لو ما بعرفك رح فكرك رجال. أنا بصراحة عم أعمل هيك بس كرمال ندفع لك ديونك سليمان بيك. ولك؟ طالما عندكم خبرة بقصص الاستثمارات والمناجم وهالقصص وبتفهموا فيها، لكن ليش نصبتوا علي أصلاً؟ ها؟ الجواب معروف، ما كان في عنا خيار تاني بوقتها وكنا مجبورين. حضرتك ليش ما بتقول طالما أنت عايش حياتك بهالرفاهية ومتربع على الملايين، ليش كل هدول الناس الفقيرة العاجزة ما بيفكروا أصلاً ينصبوا عليك ويخدعوا؟ إذا بتسألهم إلهم رح يقولوا لك لأني زلمة منيح، ورح يقولوا لك هالحكي مو لأنه صحيح، لأنهم جبناء. دائما الشجاع بياخد يلي بده إياه، هاي الحياة للقوي مو للناس الطيبة أبدا. مثلا أنت لساتك عايش لهلا، ما كنت بعيد عن الموت. لسا في شغلة محيرتني، شلون بأسبوع طلعت معكم شغلة منجم بابل مابل؟ فهموني. انت شو بدك، العنب ولا تقتل الناطور سليمان بيك؟ نحن كمان في عنا معارفنا. طيب لنشوف، مو مشكلة. قول جوز، شيل شيل. وانت كان معهم زلمة روسي من شوي راح، وهلأ عم يصير شي غريب ما عم بفهم شو هو. قاعدين عم يشربوا كاس مع جنكيز أسار أغلو. أهم شي البروفيسور وعمران، لا تشيل عينك عنهم، أنا بعد شوي بشوفه. سلطانة، صار عندي شغل مستعجل، حسين بيوصلك وبس خلص بجيب أخدك، اتفقنا؟ معقولة هالحكي سليمان بعد ما جهزت حالي؟ خلص قلي وين رايح وأنا بروح معك. ماشي كما بيصير. خلينا نحكي بكل صراحة، يعني منجم بهالمواصفات ليش واقف؟ شو القصة برأيك؟ أنا برأيي ما في مشكلة نحكي للبيك. طيب ماشي. جنكيز بيك، هذا المنجم أخذ رخصة استخراج وتصنيع زنك، يعني العقود والضرائب والتصدير برات البلد كلها على هي الرخصة. بس نحن اكتشفنا وجود كمية كبيرة من الذهب جوات هذا المنجم. يعني رح تطلعوا الذهب باستخدام رخصة الزنك؟ بالضبط، هو في خطورة بس المرابح كتير محرزة. فيني أقول إنكم لقيتوا الممول. كيف؟ ما فهمت قصدك، ممكن توضح؟ 30 وأنا بقبل ممول. يعني هو العرض مغري 30% بصراحة، بس وضعنا هلأ صار مكشوف. جنكيز خلينا نروح. معلش أعطينا مهلة بس لبكرة مشان نفكر. أي طبعاً، بشوفكم بكرة. شكرا كثير، فرصة سعيدة. شرفنا. فرصة سعيدة. وأنا أسعد. أهلين، الله معكم. سلام. مع السلامة. تفضل. فرصة سلام. سعيدة. يسعد مساك جنكيز بيك. يسعد مساك.
ايلا انطريني هون شوي لشوف هالجوز وارجع. ولي شو بتحبي تشربي؟ باخد كاس بيض احمر اذا بتريد، وبدي قلم كمان لو سمحت. تكرم. اوه شو هالصدفة هاي، صحتين وعافية. شو مبين عم تتدلل وتصرفوا مصاري كتير هون ما هيك؟ إذا ما صرفنا مصاري ما فينا نحصل بدالة ما هيك؟ ساعة 11 الصبح بنفس المكان تبعنا، رجاء تعال. شكراً على الألم. العفو. إيه هات احكي لي يا بروفيسور، شو قصتكم مع جمكيز يا ترى؟ كمان له علاقة بالذهب تبعكم؟ أنت ليش بهمك الموضوع؟ رح تاخد مصاريك، شو بدك لسا أكتر؟ بلا أنزع وحكي فاضي. واضح إنكم عم تخططوا لشي. بيومين صرتوا أصحاب شركة ومبلشين سحب مستثمرين وضخ أموال. معقول الموضوع هيك بهالسهولة؟ سليمان بيك، إذا عندك رغبة تشترك منساوي لك عرض خاص. خرس ولك خرس. بدكم تضحكوا علي أنا؟ اسمع منيح، إذا ما أخذت المصاري تبعي بوعدكم اتنيناتكم رح خلي أعضامكم التختخ مع بعض تحت الأرض، وشجرة عيلتكم كلها بأطعام بزورة وبنفية يكون بيعلمكم. أنا بعرف هاي الشركة من وقت طويل واشتغلت فيها لما كنت أدرس بأمريكا. كان عندي أستاذ كان من مؤسسين هاي الشركة، وأنا كنت المستشار الاقتصادي فيها. وقبل كم شهر عرفت أنه بسبب الديون صار وضع الشركة سيء كتير، وعرفت أنه المنجم فيه ذهب وما قدروا يشتغلوا لأنه ما في رأس مال، فوقتها قررت أني اشتريها. يعني مصرياتي صاروا رأس مال؟ بصراحة إيه. بس رح تاخد مصاريك مع الفوائد. ما بزعجكن ما هيك؟ شو عم تقولي حبيبتي؟ تفضلي عادي. كيفك عمره؟ منيح وانتي؟ العرض اللي قدمته كان ممتاز كتير. آيلا خانم اسمحي لي اعرفك، مستشارنا الاقتصادي عرفان بيك. آيلا خانم تشتغل معي بالشركة، خبرتها ممتازة بالعقارات. اهلا وسهلا عرفان بيك. وأنا جاي على الطريق شفت نجيب بيك ووصاني كتير مشان سلم عليك سليمان بيك. هذا الشخص محترم. طاولتكم جاهزة يا بيك. ممتاز. تفضل. طيب اسمحوا لنا. يلا عنزكم. إذنكم معكم. صحة وعافية. شكرا. تفضلي. آيلا كانت حابة تشوفك بس أنا ما قلت لك. شكراً لألا. تكرم أستاذ. لآخر مرة بدي أسألك هالسؤال، اللي وينه جنجير؟ لما تتجاوزي حدك زيادة وقتها رح تجبريني استعمل معك هذا الأسلوب. سليمان جنجير شو ذنبه؟ رح خلي بالك مشغول عليه لحتى يرجع لك عقلك لراسي، عم تفهمي؟ لا يا ريتو كلب بيستاهل. يا سليمان اسمعني، قلي وينه هاد الكلب، ما بيقدر يعيش بالشوارع. يا بتقلي وينه هلا، يا اما انا بعرف منيح شو بدي اعمل. اعملي لقلي واعلى ما بخيلك ركبي، ووقتها بتشوفي كلبك الوسخ باحلامك ان شاء الله. ألو إيه بشرة، شو لقيتي شي مفيد؟ مين؟ سحر مين؟ أختها؟ لحظة على مهلك شوي، رجعي رتبي لي الأحداث وحكي لي كل شي بالتفصيل. حكيت مع واحد بعرفه بيشتغل مع أختها هون، بس ما عنده شي مهم، وبعدها شفت الشركة وعرفت إنها شركة العيلة.
بعرفهم للجماعة، عائلة منيحة والأب بيكون يا شاربيك، أنا بعرفهم، عائلتهم كتير محترمة ومحافظة والجماعة مستحيل يقبلوا بالغلط. ايه وانا هيك سمعت، وبعدها رحت عبيتها وسألت ناطور البناية، قال في واحد بيجي عطول لعندها عم بتقول انه خطيبة. تخيلي قام طلع الزلمة نفسه صهر يا شاربيك زوج بنته، الزلمة متزوج يا نعمة خان، ومتخيلة؟ ماني متفاجئة، معناتها الاختين من نفس الطينة. اسمعي لك، كان لاقي لي شي طريقة وصوري لي اياهم لما بيكونوا مع بعضهم. انا صورتهم اصلا يا خالي. حبيت نكون لحالنا بأول ليلة بهالبيت، عجبتك الفكرة؟ روحي وقلبي، انت كل شي بتساوي بياخد العقل. لا تكتريلي، بكفي هيك. ليش؟ زايدة نسبة الشحوم بالدم والسكر مرتفع كمان. من وين بتجيب هالمعلومات سليمان؟ فحوصات الدكتور. دكتور؟ شو بدك بالدكتور؟ هنن هيك عطول ببالغوا بكبروا الموضوع، لا ترجع لعنده. انت صحتك ممتازة سليمان، وزينة الشباب كمان. يلا يلا تفضل. انا حكيت مع عمران اليوم. وانا قلت لك ما بدي اياكي تشوفي هالنصاب، مزبوط ايلا؟ حكيته لاني محتاجته، بدي شغل مصرياتي معه. رجعنا لنفس القصة ايلا، هدول الناس خدعوني وسرقوني، وانت بتعرفي كيف بدك توثقي فيهم؟ بدك ينصبوا عليكي كمان؟ برأيي انهم مو قلال بما انهم حاولوا يحتالوا على واحد مثلك عنده مكانته. انا عم شوف الموضوع من هالزاوية، ولهيك عندي ثقة بقدرتهم. تعرف انه جنكيز أسار رح يستثمر معهم؟ انت مو دريان بالموضوع، لانه وقت رفعت ايدي جنيت حضرتك وإجيت لعندي دغري وخليتنا نمشي، وما عرفت شو صار معهم بعدها. انسي هلأ، خليهم يرجعوا لي مصرياتي وقتها بيضلوا عايشين. سليمان، يمكن أنا إلي حوالي السنة ما عم اشتغل أبدا، بس أنا مو مثل باقي النسوان اللي بيقعدوا بالبيت وبيستنوا حدا يصرف عليهم. طول عمري بشتغل وبصرف على حالي سليمان، وهلأ رح استثمر بمشروع بابل، وهذا قراري النهائي وما رح اتراجع عنه. وأنا قراري واضح، مستحيل أقبل تورطي حالك بهيك مشروع. وانتهينا. بتقلي هاي المصاري إلك، وبتقلي صرفيها على راحتك، اعملي شو ما بدك، مزبوط؟ مزبوط. معناتها أنت مو قد كلمتك وهالحكي ماله معنى. مين ها؟ مين؟ ما بعرف مين ممكن يجي لهون؟ سحر؟ انت السبب بكل اللي صار. حياتي تدمرت وخسرت كل شيء، مسعود وشغلي وكل شيء انتهى. سحر روقي شوي، شو الموضوع قليلي؟ تصوري مرته لسليمان فضحتني قدام الكل مشان تهددك، ومرت مسعود هجمت علي وقت شافتني وصارت تضربني ووقعت وسقطت الولد. تعاقبت لأنك مصاحبة هذا الزلمة، عم تفهمي شو عمل لك؟ سحر مو عارفانة شو أقول، أنا كتير آسفة على اللي عملوه معك. مش شو بده يفيدني للأسف، وحياتي نلبت فوقاني تحتاني، أنا دفعت ثمن تخبيصاتك وعلاقاتك الغرامية. أوعك تخليني شوف وشك، انسي إنه عندك أخت. سحر، شفت شو عملت مرتك؟ لما ما قدرت تأذيني ما لقيت غير اختي ضحية لجنونة. أنا هذا اللي رح يجيني من وراك سليمان، لك كله بسببك أنت. أيلا بعد عني. بعرف كيف حاسبة، وما رح اسمح لها تزعلك مرة تانية أبدا. ما بقى صدقك وشبعت من وعودك أصلا. اللي شو متوقع؟ شو بدك ياني أعمل؟ بدك أنسى وإجي أحضنك كأنه ما صار شي هلأ مثلا؟ بوعدك هالمرة رح يكون عقابة كبير، وعلى قد ما حرقت قلب اختك والله رح احرق قلبها هالمرة، وعد. بعد هاللحظة ما حدا رح يقرب مني ولا من اختي، عم تفهم؟ ما حدا.
امشي يلا، ارجع على بيتك لعند مرتك يلا. هاي لا خلصنا بقى ولو لهون وبس، انا تعبت ومليت، مو مضطرة ضل برر وادفع ثمن هالعيشة معك. صدقني مليت وانا جرب احشر حالي بالزور بشغل الشركة، صدقني مليت من اني لازم اخذ اذنك اذا بدي احط مصاري باي شغل تاني يا سليمان. وانت بتعرفني اني كنت عم بتحمل كل شيء كرمالك لحد اليوم، بس لما الموضوع يوصل لعند اختي وعائلتي فمستحيل انه الامور تمر هيك. انا حذرتك وقلت لك خليكي بعيده عن ايلا وما سمعتي الكلمه، لهيك كلبك المدلل رح يدفع ثمن غلطك. ان شاء الله تكوني فهمتي الدرس ورجع عقلك لراسك يا نعمة خانم. عائلة خانم، عائلة خانم تليفونك. شكراً لك. هدول اجوا هلأ. حلوين كتير، صار البيت مثل الحديقة. اليوم عيد ميلادك شي لحتى اجوا؟ لا، هالورد لأرضها. أنا مرة اشتغلت عند وحدة عمرها 50 سنة وكانت متزوجة ومطلقة شي 6 مرات، كانت تقول كل ما كان الغلط أكبر كانوا يبعثوا للرجال هدايا أكبر. مزبوط هالشي، حطيهن هنيك لو سمحتي. إيه هاي الست تبعك لما كان يجيها هدايا هيك، خبريني شو كانت تساوي مع اللي بعتهم؟ كانت تضربه على إيده مثل الولد الصغير وقت يغلط يا خانم، قال غير هيك ما بيتعلم. برأيها الرجال هيك بطبعهم، لازم تكوني أحياناً قاسية معهم وأحياناً رقيقة، غير هيك بيتركوكي. مزبوط هالكلام عن جد. رح أعمل لك فنجان قهوة. شكراً. نعم سليمان. سلطانة، وصلوكي الورود؟ وصلوني شكراً لك، بس الموضوع اللي بيناتنا ما بينحل بورود وهدايا. أنا خبرتك شو بدي سليمان؟ سكرنا يا خان. فوق في حدا مزبوط؟ ايه في، بس هنن باجتماع هلا. انت عن مين عم تسألي بالضبط؟ ست ايلا موجودة ما هيك؟ شكرا كثير على عرضكم، بس نحن ما بنقبل تحطونا تحت الامر الواقع. لك انت مين مفكر حالك لحتى ترفض عرضي ولك؟ وخاصة بهيك وضع. نحن وضعنا ممتاز وامورنا ماشية كثير منيح. ممكن نروق شوي ونناقش الموضوع بهدوء لو سمحتوا؟ موضوع محسوم، خلصنا. واضح انه البروفيسور لهلا ما بيعرفنا منيح، انا برايي ترجع تشرح له قبل ما يتورط. انا بعرفك كثير منيح، بدي اياك انت تعرفني. شوفي قولي. شبك انت شو؟ احكي بصوت واطي. وين؟ انت ليش عم تعملي هيك؟ ممكن افهم؟ شو رأيك؟ انا بدي مثل ما انت بدك تماما، بدي مصاري، ممنوع؟ والله، واذا قلتلك ماني مصدقك. يمكن لانك مغرور وشايف حالك الوحيد اللي محتاج بهالوقت مصاري وما في حدا غيرك محتاج؟ اي لا، انت ويا شايفين الوقت مناسب. انت اسكت ولا تسمعني صوتك بنوب. انا مو الوحيد اللي بحاجتهم مزبوط، بس انا لانقذ ابني فيهم مو لاشتري سياره ولبس، وهذا الفرق بيني وبينك. ايه طبعا طبعا، شايف كل شيء وبتعرف كل الظروف صح عمران. هالشراكه رح تصير شو ما كان موقفك منها، وافقت او لا.
عم تفهم علي؟ اعتبارا من هاللحظة أنا رح كون معك بكل خطواتك بالنصب وبكل تنازل بتقدمه كرمال تاخد المصاري، واضح هالشي؟ مو مشكلة، معناها رح أنطرها لتخلص وتنزل. تفضلي لهنيك معناها واستني لتنزل. شو بو ابنك؟ شو صاير له؟ قال أخذينه على المشفى، كان بسيارة الإسعاف. شو المشكلة طيب؟ حدا ضربه؟ شو بعرفني أنا؟ الولد غايب عن الوعي، قالوا لي أخذوه على المشفى اللي بماسلك. لحقني لهنيك بسرعة. طيب جاي فورا. مرني يا بيك. طلب السائق. مين هاي؟ قال بدها تشوف آيلا خانم ضروري، سألتها عن اسمها بس ما قبلت لي. الشركة إلنا وحرين، ما بدي واقع. انتو ما فيكن ترفضوا عرفان بيه؟ ايه طبعا، انت صرتي متعودة على شغل المافيات. يلا قليلي شو بدك تساوي فيني إذا ما وقعت؟ قولي. انت عم تحكي وليكك اجيت لعند المافيا أول ما وقعت. لك خلاص بكفي ولدني وحاجة بقى جرحه ببعض وسكروا على السيرة، أنا رح روح شوف وينه. حاولوا انكن تروقوا شوي. خير اختي؟ عم تدوري على آيلا خانم؟ مين حضرتك؟ أنا بكون صاحب هالمكان، أنت اللي مين وشو بدك من آيلا؟ أهلا وسهلا، كيفك؟ هل بدها آيلا يا عمران؟ كنت مخبرة أنه إذا ما لقتني تسألون عن آيلا خانم وهي بتوصلها لحتي. عمران أنا مستعجل، خلينا نخلص من هالشغلة. لك أنت جنيتي شي، شو اللي جابك لهون؟ ضعيت وينو عرفان؟ هدي كلمة رجوة ما هيك؟ هذا اللي شفتي حبيبة لآيلا ونحن هون كرمال ابنك، رح أشرح لك كل شي بعدين. روحي انطريني بالأوتيل. لك يلا روحي. معافى إن شاء الله نعمة خان. الحمد لله قال بس شوية ردود. انت كيف إلك عين تجي لهون وتحكي معي؟ شوفي نزل ضغطك كأنه ظاهر. انت ما بدك تحطي عقلك براسك وتعقلي ما هيك؟ أنا حاطة عقلي براسي، لا تاكلي همي أبدا. بس والله انت وحدة بتحول الحمل لديب نعمة خان، هيك طبعك. عكله مو موضوعنا. شوفي يمكن تكوني مفكرة أني وحدة عاجزة أو جبانة لأني سكتت عن كل أفعالك لهلا، أو غبية لأني ما تصرفت بنفس أسلوبك، بس القصة أبداً مو هيك. طيب نقلعي من هون، يلا روحي يلا يلا. أنا أختي انهارت ودمرت حياتها بسببك، وأنا خسرت أختي بسببك. وصحيح ما عندك رجال تخسري كزوج، بس في عندك ابنك ركان. لك انت عم بتهدديني بابني ولا شو؟ احكي. صدقيني انا لهلا عم احكي معك باحترام وهدوء، بس شكلك انت مو حابه تفهميني، فاسمحي لي اشرح لك. نعمت انا بهد بيتك فوق راسك، وفي عندي استعداد احرق قلبك على ابنك السافل التافه الرخيص الملقوح جوا. عم تفهمي علي؟ بالإذن. مبارح بالليل شفت كابوس، شفت قطة سودا وكبيرة غرست أسنانها برجلي. قمت من نومي مرعوب. الله يعطينا خير هالمنام. ياسين عم تتابع أمور الشغل مو هيك؟ مو ناقصنا مشاكل. لا تشغل بالك سليمان بيك، أنا بنفسي متابع الأمور. نعمات الله يصبرني عليك. شو بدك؟ يا ربي تبعت مرة مثل مرتي لكل واحد بيكرهني، ما بتخليني اتهنى بشي، طول الوقت فوق راسي، راح تموتني بالجلطة الله وكيلك. ايش علي عديم الرجولة؟ لا ترد علي، إذا بتكون عندها إن شاء الله ما بيطلع عليكم الصبح.
وينك؟ وين ما كنت هلا تعال لعندي بسرعة. شو يعني بتضيع؟ شو عم بتساوي؟ طيب ايه فهمت عليك، لكان خلص زبط امورك بسرعة وتعال فورا لانه في شغلة مستعجلة. فيك تقول عنا عملية تجميل حساسة، تجميل وش وتغيير ملامح بالكامل. اوعك تتأخر ماشي؟ في شي معجبك يا بيك؟ يعني سمعان شي بخص الشغل خلاك مزعوج؟ لا بس ماني مرتاح بنوب. خلي ظهرك مسنود يا ياسين، لا تترك ولا ثغرة بسيطة من غير شي لعيون مفتحة علينا. طيب أمرك. أوف وصلت المواصيل عشيتك تهددني؟ فهمني انت اي نوع من الرجال اذا مو قادر تحمي ابنك ومرتك. اصحي لحالك نعمت، سمعاني الحكي اللي عم تقولي؟ ايه سمعاني مزبوط، بس انت اللي مو حاسس. قلتك مين ممكن يكون ضربه لابنك؟ ما فهمت شو عم تخبصي. مو انا، لا امبارح بعد ما رحت اجت عشيتك لعندي على المشفى، لك بكل وقاحه اجت وحطت عينها بعيني وصارت تهددني الي، وانت مو دريان بشي ومثل الولد بتضحك عليك وبتلعبك باصابعه. اوف منك اوف. خدي دواكي منيح لأنه شكلك جنيتي على الآخر. أنت اللي لازم تاخد دواك، كنت عامل لي فيها خبير بالبشر، بس هلأ ما بقى تعرف يمينك من شمالك كأنه شبك. نعمة خانم عم تشتكي علي يعني؟ شي حلو والله. أنت مالك بالعادة تساوي هيك؟ لا مالي بالعادة طبعا، شايفني كتير بحب شوف وشها، بس مو قليل اللي عملته بأختي سحر. قال انت هددتيها بركان، وانت يلي بعتي له رجال يضربوه. شو؟ انا اللي بعتت له رجال؟ مفكرني مافيا سليمان؟ لا مو هيك قصدي انا. ايه اللي ما بتصدق اللي عم قوله؟ ما تعصبي يا روحي، عم بقلك لشو لمحت. طيب انا ما عصبت اصلا، خلص ما في شي مستاهل دخيلك. انا بدي اروح على المكتب، المهندسة جاية، رح نبدأ بالتجهيز وما بدي أتأخر. ماشي الله معك. سلام. ياسين بدي إياك تعرف لي مين هدول يلي ضربوا راكان وليش. رد لي جواب. بأوله بيفوت ركان بيك بالشارع. أشكالهم مبينة ولا الكاميرات مانا منيحة؟ والله هلأ بتشوف بنفسك يا سليمان بيك. شو هاد؟ شو أخبارك؟ شكلك معجوقة اليوم. معجوقة كتير، آخر الشهر وبلش الجرد. شي طبيعي. شو بدي أقلك، إذا بتحتاجي أي مساعدة خبريني، لا تاكلي هم، أنا منيحة كتير بقصص المحاسبة. ألو نعم؟ الله معك. طيب سليمان بيك جاي فورا. هالوضع مانو منيح أبدا، ما فيك تبقي مع ابني بنفس المكان. كنت مبسوط منك بس هلا مضطر افصلك. سليمان بيك والله ما كنت بقصد، والله ما توقعت يكون هو اجا من وراي فجاه وفكرته حدا عم يتحركش فيني. وبوعدك ما بقول لحدا، والله العظيم ما بقول لحدا ابدا، انا محتاجته لهالشغل كتير. الله يوفقك. بكفي يا بنتي بكفي، معك اسبوع تسلمي شغلك وبعدها بتروحي. سليمان بيك الله يوفقك. شو حكينا بنتي، نحن ما بنظلمك لا تخافي. يلا عائشه خير؟ شوفي شو صاير سليمان ولا شو عم تبكي؟ تعي تعي وشوفي بعينك، تفرجي على هالمقطع كتير رح يعجبك. Ah!
عفوا سليمان ما قصدي، بس والله هالشوفه صدمتني. معقول بنت مثلها تضربه للاكان؟ وانا انصدمت. بس بيستاهل، ما تزعل مني بجد بيستاهل. شكله متسلط على البنت، خايف يعمل مشكله مثل اخر مره ويوقعنا بمصيبه، فاحسن شي تروح من وشه. هيك رح تظلمها من ورا للبنت. كنتوا عم تشكوا فيني، وبالاخر البنت المسكينه رح تقلعوها. ما تاكلي همها، بتلاقي شغل ورح نعطيها تعويض. مفكر ملاقات الشغل رح تكون بسهوله سليمان؟ ما شفت كم رساله بعتت كرمال سحر، وقلت بلكي بلاقي لها شغل وتسامحني، بس الناس بطلوا يشوفوا السي في، دغري بيقولوا لك ما في مجال كلهم. ولو قبلوا هي مو خارج مقابلات. واضح انه الحبوب اثرت على دماغها. شو دخل الحبوب سليمان؟ الدواء اللي اخذته ما اثر عليها، بس فيك تقول اللي عملته مرتك جننها، وبسببها اختي الوحيده بالحياه ما عم ترضى تشوفني. عم ادفع ثمن علاقتي فيك من روحي، بتعرف هالموضوع ما هيك؟ شو بدي ساوي وانا مبتلي بوحده مجنونه ما بتفهم بالحكي وحقدها عامي على قلبها؟ معناته وانا كمان رح صير مثل سايقه، وبالاخر بتقول شو بدي ساوي هاي وحده مجنونه؟ شو رايك؟ شو رايك تلاقي شي قصه تنفع اختك؟ خليها تروح سياحه شهر زمان، او تنتقل من البيت، ولا تفكري بالمصاري. سحر مستحيل تقبل تاخذ مصاري منك. رح يكونوا منك انت مو مني. طيب رح فكر بهالموضوع، بس بالأول في قصة لازم نحلها من جذورها يا سليمان، مشان نريح راسنا منها. أنا بحاجة لمساعدتك فيها. خير؟ شو في؟ وقال شو؟ فرحنا وقت الله بعت لنا صبي اخيرا بعد 3 بنات. اوعك تفتري على الناس قبل ما تفهمي شو الموضوع. وانت بدل ما تعطي وش لوحده ما بتسوى قرش مصدي، كون بس اب واهتم بابنك شي مره وحده. ابنك القوي طلع اكل قتلي من بنت صغيره يا نعمت، من سكرتيرتي عائشه، لانه تحرش فيها. ابني؟ ايه ابنك لحقها بالشارع، قام عملت له لازم. ما تفتري واسالي بالاول. ايلا بتعرف حدودها، وانت لازم تلزمي حدودك. انتي قلتي لي رح تتزوجي مو هيك؟ شوفي اذا بتعملي لي هي الشغله مثل ما بدي اعتبري انه كل جهاز عرسك من عندي انا. الله يكثر خيرك نعمت خانم، وانا تحت امرك كمان. اسمعي لك هاني، شو ما بدك تصرفي، بتفوتي على بيتها بتحطي كاميرات او بتراقبيها بنفسك، انا ما بيهمني، بدي اعرف كل حركه، حتى اذا عم تتنفس او لا، بدي تقرير يومي مفصل، فهمتي؟ مفهوم نعمت خانم. إذا بتشرفنا فيك تاخذ لنا صورة؟ تسمو شوي. صورة تانية إذا بدك. فينا نروح من هون لنلحق ابننا قبل ما ينام. بالي عنده كمان، منشوف سليمان بيك وبعدها منروح. ماشي؟ طيب اتفقنا، يلا. سليمان بيك. ها؟ مرحبا، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا. زوجتي عايدة. أهلين وسهلين. تشرفت بمعرفتك. زوجي عرفان عطول بيحكي لي عن حضرتك، مبروك شركتكم. شكرا. تعرفتي على آيلة خانم؟ ايه تعرفنا. هي زوجتك مو هيك؟ ما أنا زوجتي. آيلة أغلى من زوجتي بكتير. شي حلو ما شاء الله، لكن حياتي خلينا نروح بقى مشان رؤية. ايه بيكون أحسن، بتمنى لكم وقت حلو بالإذن. ماشي، شرفت بمعرفتك. رح نضل من اليوم ورايح سواها. الله معكم. وأنا رح شوفك. ماشي.
شو عم تعملي لهلا؟ لسه ما رحتي؟ سليمان بيك بترجاك خلينا نحكي شوي. لو سمحت فكر بالموضوع، صدقني انت فهمتني غلط وما كان عندي علم. بعدين انا حكيت مع راكان بيك وهو قال لي انه ما عنده مشكله ابدا. انا مستحيل اقول لحدا، صدقني. انا بقول كلامي مره واحده وبس وما بتراجع. خلص بكره بتلاقي شغل، وين المشكله؟ يا ريت ما بقى تفتحي هالموضوع، القرار انحسم. وين سليمان بيك على علمي؟ جوا بغرفته. عائشة، قدرت تلاقي شغل جديد؟ آيلة خانم، من وين الشغل؟ انتي بتعرفي ما حدا عم يشغل حدا. ما بقى هالموضوع بهالسهولة. بعدين انا مظلومة وما عملت شيء، القصة انحلت على حسابي وبقيت بلا شغل وما بعرف شو اعمل. مو صح هيك؟ بعرف انه مو ذنبك بهالموضوع. الحكي ما منه فايدة. شو رأيك تساعديني؟ بتقدري تقولي له وتقنعي انه انا ما كنت بعرف في هالقصة كلها؟ بترجاكي آيلة خانم. بعدين صدقيني لو قلعوني لاني فاشلة وما بعرف اشتغل ما كنت زعلت بالمرة، بس انا شاطرة بشغلي كتير بشهادة الكل. الكل هون بيعرفوني يا خانم، فيكي تسأليهم اذا بدك. تمام. شوفي، مستحيل سليمان بيك يتراجع عن قراره ابدا. يا خانم لو سمحتي، والله انا بحاجة هالشغل وما فيني اتركه. انا الوحيدة بعائلتنا اللي عندها شغل، يعني ما عنا دخل تاني غير هاد. والله رح نموت من الجوع. بعدين انتي بتعرفي انه مو سهل على البنت ابدا تحمل هيك مسؤولية. صح. طيب ماشي، رح حاول معه كرمالك، مع انه صعب اقنعه لهيك. بدي تعطيني وقت ليهدى الوضع شوي، اتفقنا؟ يا اما شو بدنا بسليمان؟ يمكن نحن نقدر نساعد بعض. شركتنا التانية كمان لسه موجودة، بس انا هون مستشارة استثمار. الشركة تبعكم موجودة بغازي عنتاب، ما هيك؟ يعني اذا ما كنت غلطاني سهام خانو. تمام، ممتاز. لكن كيف بدنا ننسق؟ إذا بتحبي منلتقي بكرة الصبح، هيك بتعرف على حضرتك وكمان منحكي عن الشغل ومناخد راحتنا. شو هالحكي؟ يا خسارة، ما بيتأجل بنوب؟ تمام، وهيك لسه أحسن بكتير. بشوفك المساء بمكتبي، لكان هلأ ببعتلك العنوان فوراً. ماشي؟ شكراً كتير، مع السلامة. شو نعمت خانو؟ وهلأ شو رح يصير؟ هلأ مننتظر وبعدها منشوف. خير؟ صح كنا متفقين نتعشى، بس شو بدي ساوي؟ لازم شوف زبونة. شو هالزبونة بالليل؟ ما عندي حل تاني، بكرة الصبح بدها تسافر، لهيك لازم روح فورا نرتب المكتب. ولازم تركي الشغل تبعك، انت مكانك هون، اللي بدك يا بصير. شو هالحكي؟ لك أنا من سنة ما عندي زبون غيرها، وهالشي زعجني كتير وماني مرتاحة بنوت. هاي لا، لو سمحت ارتاحي، كان بدي نطلع وننبسط، بس انت عم تركضي ورا العالم. خلص أنا بوعدك فضي حالي. هاي لا، يا وحيد. شوفي سليمة، هلأ وصلت. لكني دخلت على المكتب. ايه؟ بتعرف من زمان ما اجيت عليه، بدي شوف شو الوضع. طيب منحكي، يلا بقى. Thank you.
آيلا. آيلا آيلا، أنت منيحة؟ أيلا أيلا ردي علي، أيلا 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 ردي علي، أيلا يلا صبر الإسعاف بسرعة. إيه صار انفجار وصل حدا بنار قوية كبيرة وفي مرة تصاوبت. شو هاد؟ ما بنعرف شو صاير هون؟ شو اللي صاير هون؟ ها؟ شو في؟ يا أيلا بعد هيك؟ لك على مهلك شبك؟ أيلا بعد بعد اتركها يا روحي. طمنيني انت منيحة؟ ولا يهمك يا عمري رح تكوني بخير. لك فهموني شو صاير هون؟ شو سبب كل هذا الحريق؟ ها؟ تمام أيلا لا تخافي يا قلبي أنا جنبك. تمام تمام ولا يهمك رح تصيري منيحة. اهدي حبيبتي خلص اهدي، وهي سيارة الإسعاف وصلت. طولي بالك انت منيحة ما؟ خلص خلص ليك اجت اجت. يلا قومي معي يلا ولا يهمك استندي علي. على مهلك يلا قومي ساعدوني بسرعة بسرعة بسرعة. يلا شباب نزلوا النقالة نزلوا النقالة. طولي بالك يا روحي أربوها. يلا عادي ولا يهمك أمورك كلها تمام. تحملي شوي تمام تمام ولا يهمك أمورك منيحة إن شاء الله. ارفعوها يلا شباب عجلوا شوي عجلوا. تمام تمام رح أعرف مين اللي عمل هيك حسابه عندي. يلا شباب أسرعوا شوي تحركوا تحركوا. عفوا شو وضعها هلا؟ منيحة ما في شي بخوف هلا الدكتور بخبرك. مو مصدق انه طلعت عايشه. الغاز سبب الانفجار؟ ممكن. منيح اللي كنت هنيك. شكرا. بس شو كنت عم تعمل هنيك بهداك الوقت؟ انا رحت مشان احكي معها بخصوص الترويج للشركه بك. هذا الوقت الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. أنت كنت موجود وقت اللي صار الانفجار؟ لا وقت وصلت كان واقع الانفجار بس عرفان بيك كان هنيك. بس لازم ناخذ الإفادة تبعكم. ولا يهمك. صوت الانفجار اللي صار كان قوي ووقت طلعت لقيت أيلا خانم واقعة قدام الباب. طبعا حملتها فورا وبعدتها عن النار وهذا اللي صار هذا اللي شفته. كانت غايبة عن الوعي؟ ايه ما كانت وعي منيح. وما قلت لي شو كنت عم تساوي هنيك؟ انتو ما سألتوني. كان في موعد شغل بيناتنا وقتها. ليش انتو بتشتغلوا مع بعضكم؟ لا انا مو معهم بجوز في شغل خاص بين ايلا وبينه. طيب استاذ خبرني من وين بتعرف الست ايلا؟ عن طريق الشغل اللي بيننا. أيلا خانم واحدة من المستثمرين بشركة عرفان بيك. شو هي الشركة؟ وشو علاقة الشركة بموضوع الحادث؟ ما فهمت حضرة الضابط. يعني عم تحقق بموضوع الانفجار مو هيك؟ المفروض نعرف كل التفاصيل منكم لأنه بجوز يكون حادث عادي وبجوز يكون تفجير مقصود. تمام هيك؟ حاليا تمام. ممكن نستدعيكم مرة تانية. بدنا إفادة ست آيلة كمان. ايه بس أعطوها شوية وقت لحتى تتعافى مزبوط. وإذا في أي موضوع بيتعلق فيها دغري اتصلوا فيني. تفضل.
هلا بالإذن. بدي كرتك كمان. شو قلت لي اسم شركتكم؟ ثانية. لحظة للاقي. طيب أنا راح أعطيكم رقم هاتفي تحاكوني عليه وقت تحتاجوني، لأنه ما ضل معي كروت للشركة. ماشي. شو هالورطة هي؟ شو صاير لحتى دخلت الشرطة؟ قل لي بسبب الانفجار الشرطة عرفت اسم الشركة. إن شاء الله هلأ ما يفتشوا ورانا. شو هالحظ هاد؟ ليك أكيد أنت ما شرحت الموضوع لآيلة، مو هيك؟ شو بدي أشرح لها؟ أنا لما وصلت كان صاير الانفجار أصلاً. والله نحن عم نلعب بالنار هلأ. إيه؟ لك عايدة عند آيلة؟ كيف يعني؟ وإذا القصة ما كانت غاز، بلكي كانت لها علاقة بشغلنا نحن. ما قدروا يوصلوا إلي، لقوا آيلة أسهل إلهم بكثير. شوف الموضوع سليمان بيك، رح أسأل وأفهم شو علاقة التفجير بشغلي. إذا بيكون في حدا منهم وراء التفجيرات وطلع عن جد مقصود، وقتها رح ورجيهم شو بيطلع بإيدي ساوي. بالإذن. انشغل بالك كتير معه. أنا منيح، لا تخافي. آيلة شو وضعك؟ أنا منيحة سليمة، وضعي منيح. لازم نروح. الحمد لله على سلامتها وبالإذن منكم. الله يسلمك، شكرا. يلا آيلة. آيلة خانوم الشرطة بدها تاخد إفادتك مشان الحادثة. هلا وقت الشرطة، قولي لهم تعبانة. حكى شي الشرطي بعد ما طلعت من عنده؟ لا، وبعدين ما طولت بعدك كتير. برجع بشكرك. تصبحوا على خير. وانت بخير. خوفتيني عليك. هيلا صرتي احسن؟ سليمان؟ ايه ما في وجع. ليش ما عم تصدقني؟ وهذا رأي الدكتور كمان. ليش بدهم يقولوا لك اني منيحة إذا ما كنت هيك؟ شكرا كتير إلك. تكرمي. لا تقلق على وضعي، ممتازة. خبرتي أختك شي؟ لا، ما بدي أشغلها بالها هلأ، بعدين القصة ما لها مستاهلة. ألو نعم. حليتوا موضوع الغراض؟ تمام، يسلموا عزبتكن معي، يعطيكن العافية. شو هالغراض؟ اليوم وصلوا؟ بعتن على مكتب بابل سليمان. ليش بقى؟ مو بدك تستأجري واحد جديد؟ أوف حبيبي، شو إله داعي؟ يعني العمال أساساً رح يروحوا هلأ على المشروع، وما رح يبقى حدا عندي. شو بدي بالمكتب؟ لهيك قلت لهم يبعتوهن. طيب مثل ما بدك، هيك بتضلي قدام عيوني وما بينشغل بالي عليكي، لأنه مبارح متت رعبة عليكي، وخاصة لما شفت الحريق ولقيتك واقع بالأرض. ما بعرف شو بدي قلك، ما بتذكر شو اللي صار غير إنه فتحت الباب وبدي فوت، فتحت عيوني ولقيت عرفان، وبعدين سمعت صوت الناس حواليي. هذا اللي بذكره، وغير هيك مو متذكره بنوب ولا شيء. منيح اللي كان هنيك، واخيرا استفدنا منه بشغله. صحيح ليش اجى لعندك؟ كان بده شي توقيع؟ لا، اجى بخصوص العمال بس، عمال شركه بابه. يعني اجى يحكي بخصوص العمال وبس؟ اكيد. سليمان انت ما شفت حالتي بنهار، كيف كنت عم اركض من مكان للتاني ويا دوب قدرت روح على المكتب، وقلت لحالي هنيك بنتفاهم. طيب أنا رح فوت أخذ دوش هلأ وبعدها منفطر سوا، شو رأيك؟ تمام، عم استناكي. ممكن تجهزي لنا الفطور لو سمحتي؟ لوين رايح؟ أنا بدي روح على الشركة بسرعة، افطري من دوني. ليش؟ إجاك تليفون يعني؟ عندي شغل،
موضوع عرفان ضل ببالي. شو قصدك ما فهمت؟ يعني لو ما كان موجود هنيك ما كنتي رح تقدري تطلعي من الحريق، لهيك لازم اشكره طبعا. طيب فينا نشكره بس نلاقي الوقت المناسب لهالشي. طالما انت منيحة خلينا نتغدى مع بعض، منروح انا وياكي. تمام؟ تمام. يلا بخير. على الأغلب من تسريب الغاز. شبابنا جابوا صور الكاميرات وشافوها بس ما لقوا أي شيء غريب. تحرياتنا ما خلصت. اللي يابك في شيء ببالك؟ لا بس عم فكر بالقصة. في شيء بقصة عرفان. أول شيء إجا مع عمران لعندي وطلب مني أعطيه مصاري بالدين، وبعدين نصب علي. وقصة ابني راكان والشركة والمنجم والذهب، وهلأ عم يحكي عن شراكة بينه وبين آيلة. في شي غريب عم يصير. شف لك القصة؟ لا أنا بعرف كيف جيب الخبر بطريقتي، بس بدي منك تجيب تفاصيل موبايل آيلة. راحت على المكتب على أساس تشوفه. خلينا نعرف شو قصة هاللقاء ونشوف إذا كانت عم تكذب علي ولا لا. طيب ماشي سليمان. يا سليمان منين طلعت لنا بقصة العشاء هلأ؟ والله ما فهمت. لازم نشكره للزلمة وانت قلتي منيحة وما فيك شي. يلا غيري تيابك. معقول عم تخبرني قبل بربع ساعة ليك حالتي وشعري؟ والله هلأ ما خرج. حبيبتي يا آيلة انت حلوة كيف ما كنتي. يلا روحي بلا ما نتأخر. ما اجى عمران لسه، ما اجى. عايده ليك الجو رح يكون متوتر كتير جوا، وانت كمان لا تزوديها، فهمتي؟ انت شو مفكرني عرفان؟ يعني رح اقوم وانتف لشعرها للمخلوقه مثلا؟ هو ما انه بتستاهل. هدول الناس انا عم بشتغل معهم، فلو سمحت اضبطي اعصابك لو سمحت. طيب خلص ماشي. وهي بدون مكتب علاقات عامه وتسويق، برافو، عملتوا انجاز خطير. حلو كتير. شو مدام؟ ان شاء الله عجبك الاكل؟ ايه عجبني، حبيته، مطبوخ بطريقه ظريفه. اول مره بتاكلي خد العجل؟ روعه هذا الطبق. ايه والله اول مره باكل من هاللحم، بس من أول نظرة بقدر ميز الشي اللي منيح. صح وعافية. على قلب احكي. سليمان بيك، انت بتحب العملات القديمة؟ آيلة قالت لي وأنا جبت هي معي، ذهب عبد العزيز القديم. وشو الفايدة منه؟ هلأ الأغنياء في عندهم قناعة. سليمان بيك صلح لي إذا أنا غلطان، هنن بيقولوا أول مليون تكسبه هو الأهم والباقي بيجي لحاله. فاليوم مريت لعند شاب بياع أنتيكا واشتريت منه هي القطعة، يعني على مبدأ الذهب بيجيب ذهب. عجبتني، خليها معك لك. امبارح بالليل وبمثل هالوقت كنا بالمستشفى، ولولا عرفان الله أعلم شو كان صار بحالة آيلة. شكراً لك، صار لك دين برقبتنا. استغفر الله، هذا واجبي. كل شر بتلاقي فيه خير. الظاهر كان من نصيبنا نشوف منك الخير، يعني بعد كل شي صار نقعد على نفس الصفر مع بعض. شو اللي صار؟ ليش ما خبرت مرتك يا عرفان؟ معرفتي بزوجك بلشت بخناقة.
ايه عمران؟ انت جبت لي عرفان على انه صديق طفولتك، بس السؤال يلي ما خطر على بالي لهلا اسألك يا، انت وآيلة منين بتعرفوا بعضكم؟ شغل الحفلة. ايه شغل، هو كان شغل بالنسبة إليك وحفلة بالنسبة لإلي. أنا وشركائي كنا مؤسسين شركة تعهد حفلات جديدة، وكان عنا حفلة ضخمة لوحدة من هالشركات، حتى تركان اللي أحيى الحفلة بوقتها مو هيك؟ وأنا بوقتها كان شغلي بيع مستلزمات أفراح، وأخذت لهم طلبية يوم الحفلة، لقيت العمال تاركين آيلة بالقاعة ومو عرفانة شو بدها تساوي، فساعدتها لخلصت الحفلة، ومن وقتها صرنا صحبة وما تركتني من بعدها. فيها الخير هالآيلة. برافو لكان، الله يقدم اللي فيه الخير لكل أصدقائنا وأبنائنا ولكل حدا مخلص. مظبوط. آمين. بصحتكم. بصحتك. يعني هلأ خلاصة الكلام سليمان إنه عمره طول عمره هيك، ما حدا بيعرف شو بده يعمل ولا إمتى، دايماً في مفاجأة. هاي هي الحياة. شكراً لك. وبعد كل هذا الشيء اللي عشتوه مع بعض، كيف ولا مرة التقيتي مع عرفان؟ معقول ما التقيتوا أبداً؟ أنا عشت فترة قصيرة باسطنبول سليمان بيك، ولهيك ما عشت الحياة المنونة تبع عمران وما عرفت بنوه. يلا بصحتكن. بصحتك. شكرا عمران. بصحة الكل. خير مدام. مبين عليكي مليتي، عم تطلعي بساعتك كل شوي. لا لا مو هيك، بس بالي عند ابني، تركته لأنه عند أختي وصار هلأ موعد نوم. هاي حال الأم دايما، الأمومة شغلة كتير مقدسة. مو بس الأمومة والأبوة كمان. عرفان أب رائع عن جد، بس برأيي أهم شغلة بالموضوع كله يكون عطول جو الحب العيلة موجود دايما. ايه طبعا. يا عمران عجبك هيك؟ كل اللي معنا ناس مقدسة، ما في غير أنا وياك هون، مأسوف علينا. برأيي هي مجرد حجة لنجمل الحياة الفارغة. يعني بتعرفوا قديش في أولاد بالدنيا إجوا نتيجة غلطة؟ ليش؟ مو هيك بلشت حكايتكم؟ لا تخبص شبهك. يعني بعد الزواج الوضع غير. عمرة أنا برأيي لا تتزوج ولا تجيب أولاد، لأنه أنت صعب تحب وصعب تنحب بهالوضع. عايدة خانم، قليلنا أنت وعرفان كيف التقيتوا؟ عن طريق الشغل مثلاً مثل آيلة وعمران؟ لا، عرفته وقت كنت مدرسة بروضة الحارة، وقت ولد ريان تركت شغلي طبعاً. هو بالأصل كنا جيران. فعلاً، والمرحومة أمه لعرفان كانت تحبني مثل بنتها، وهو بعد ما راح أمريكا ورجع لهون صار معنا شوية مشاكل صغيرة مو أكتر. بس بالآخر بقينا سوا. طيب حبك أنت وعرفان كان الحب الأول صح؟ برأيي المهم بالحياة هو الحب الأخير. الإنسان ممكن يتغير من عمر 25 لعمر 35، ومع أنه ممكن يحس قراراته كانت مظبوطة، بس هو نفسه بيكون تغير. مظبوط. بالعموم بعد 45 الإنسان بيتغير كمان، ومعظم حالات الطلاق بتصير بهالعمر. صح سليمان؟ يعني أنا أكيد ما بقصدكم، بس إنه هيك عم يصير بالعادة. عرفان ما تغير أبداً من لما تعرفت عليه، وأنا ما بتوقع إنه يتغير بعد كل هذا الوقت.
انت بس اللي ما عرفتي بشكل كافي. كيف يعني ما عرفته؟ انا كلامي كان عمومي وعادي، ليش اعتبرتيه موجه لكم؟ انا ما فهمت. عفوا، لازم احكي مع ابني ضروري. لا تواخذوني بس لازم ارد. احكي مع مرتك خليها تضبط اعصابها اكثر. شو في يا سين؟ جابوا لي اليوم سجلات التليفون وخليتهم نداء والارقام، واخر مكالمه كانت معك يا بيك، وقبلها مكالمه عرفان. فهميني شو عم بتساوي؟ شو متوقعني أعمل؟ ما عم تسمع الحكي اللي عم تقوله؟ تعرفي هذا الزلمي مين بيكون؟ بيكون اللي نصبنا عليه وأخذنا مصاري ورجاله داهموا بيتنا، واللي حاول يقتلني. هذا مافيا. إذا بيعرف بلحظة أنه كنت بعرف حبيبته بيقوصني فوراً. قلت الساعة 6 المساء إجتها مكالمة من حدا، مين هو؟ ولهيك أنا طولت أصلاً. في حدا اتصل من رقم مو إله. يعني مو عرفان يلي اتصل، وهيك تأكدنا إنها ما كانت عم تكذب. سليمان بيك، الموضوع أكبر منه. أنا خليتهم يدوروا على صاحب الرقم، قام طلع صاحبه متوفي من شي سنتين تقريبا، يعني اللي خايفين منه طلع صح. في حدا فجر مكتب الخانو. شو؟ بشرفي هاي المسخرة، في معنى بهالسهرة؟ زلم اثنين متزوجين وما حدا بيحب مرته منهم، وبيحكوا لي عن الحب وعن العيلة والولاد. يا خلصينا. طيب ماشي مرقة. شكله سوا لإعادة ضبط مصنع. خلص سكروا على هالموضوع. تفضلوا. يلي اتصل حدا من أصحابي وعم يقول لي إنه في عشاء عمل. الاجتماع خلص وسهرانين لساته. أنا حابب أعرفكن عليهم. كلهم خارج يستثمروا معكم، بتعملوا شغل منيح. اتفقنا؟ يا ستات فيكن ترجعوا على البيت لحالكم، ما هيك؟ طلبت لكم سيارات. ايه طبعا. بعد لي الحساب.